باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتمم ذاك المعنى العظيم، المعنى الرباني والعنوان العريض للرسالة الإسلامية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة هي المعنى الإنساني الشامل العام، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هكذا علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اسم الحديث المسلسل بالأولية، أي أول شيء يتعلمه طالب العلم هو هذا الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. والرحمة هي أن يسعد الجميع، أن يفرح الجميع، أن تشمل الرحمة جميع الناس. والرحمة ليس فقط هي أن نرتب على رأس بعضنا أو أن نبتسم، وهي بعض معاني الرحمة. الرحمة أن يأخذ القوي بيد الضعيف، الغني بيد الفقير، أن يكون هناك شيء من معاني الإيثار، حيث يجتمع الناس على طعامهم وشرابهم في رمضان، يلتفون حول هذه المائدة العامرة، لكن هذا لا ينسيهم أن هناك أناسا لا يجدون الطعام ولا يجدون الشراب ولا يجدون الإدام ولا يجدون هذا الخير الموجود أمامهم، فيكون هذا باعثا لهم على أن يبحثوا ويفتشوا وينفقوا. فهذا الشهر تجتمع فيه الفرائض كلها، يعني فيه صيام، فيه صلاة، فيه صدقة، فيه زكاة، المعاني كلها مجتمعة بهالشهر. فالشهر بيكون غني، يعني هو ثلاثة بواحد: صيام وصلاة وزكاة. وهذا الشيء بيجعل فيه سرور وفرحة تنعكس على وجوه الجميع، فالناس ينتظرون شهر رمضان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون منفقا في شهر رمضان، يعني كان كالريح المرسلة، يعني هو ينفق دائما لكن في رمضان كان كالريح المرسلة في إنفاقه، تعليما وتبيينا للناس أن يشحذوا الهمم. هذا الشهر تكثر فيه المصاريف، يعني برمضان الواحد بيصرف أضعاف عما يصرفه قبل رمضان، هذا يعني أنه بدنا تتضاعف جهودنا وتتكاتف الأيدي حتى يساعد الغني الفقير، حتى لا يجد، لا نجمع عليه ألم الجوع وألم الفقد، يعني جوع وفقد للطعام والشراب مشكلة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تصدقوا ولو بشق تمرة، بمعنى أنه من لم يجد إلا التمرة يقسمها قسمين ويعطي نصفها، هذا لمن لم يجد إلا التمرة يعطي نصف تمرة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحث على الإنفاق ويبين، وأن يكون هذا الإنفاق بحالة لا تعلم اليد اليسرى أن اليد اليمنى أنفقت، يعني المراد من هذا الحديث أن تكون نفقة السر التي فيها الإكرام، لا تكون فيها يعني أنه أنا عملت معك جميلة وحطيت عليك وحدة أو يعني أسرتك بجمايلي. الصدقة الطيبة لها شروط: أولها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تكون مبرورة ينبغي أن لا يعلم المعطى من المعطي، وهذه أعلى الحالات، يعني لو علم ما فيها مشكلة وجزاه الله خيرا، لكن إذا لم يعلم نصل لأعلى مراتب الإيمان. زين العابدين رضي الله عنه السجاد، هذا من سلالة بيت النبوة، واسمه السجاد لكثرة سجوده، اسمه زين العابدين، ما كان حدا يعني يتعبد الله أكثر منه. لما انتقل إلى رحمة الله وتوفي زين العابدين، هم يغسلونه وجدوا على ظهره خطوطا سوداء، يغسلوه لكن هذه الخطوط السوداء لا تذهب، بعد محاولات كثيرة ما ذهبت، ما فهموا سرها وما عرفوا حقيقتها.
لكن بعد أسبوع فقدت 100 أسرة في المدينة عائلها بموت زين العابدين. في 100 أسرة ما عاد يأتيها الطعام والشراب. كيف هذا؟ قال هذه الأسر تتحدث أنه في الليل المظلم ما كان عندهم السروج، ما كان عندهم الشيء، يأتي رجل ملثم يحمل على ظهره القمح والطعام وكذا، يدق الباب، يضعه أمام الباب ويذهب. فعرفوا بعد ذلك أن هذه الخطوط هي أثار الحبال وداء التي كان يحملها زين العابدين على ظهره. هو من سلالة بيت النبوة، من سلالة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي أخلاق النبوة، التصدق، الإنفاق. هذا الشهر يعني كما يقولون الإيمان بلا إنفاق نفاق. ينبغي أن يصدق الإنسان القول بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة برهان. برهان يعني دليل، دليل على الإيمان الصدقة، لأنهم قالوا الإنسان لا ينفق نفقة حتى يخالف 70 شيطانا. إن الله يقول الشيطان يعدكم الفقر، يعني الشيطان بيجي بيوسوس للإنسان، خليهم لأولادك، خليهم لأسرتك، خليهم لأيامك السوداء، خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. الشيطان يعدكم الفقر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. اللي بينفق الله بيعطيه، واللي بيمسك الله بيتلف له المال. سبب لأنه هذه البسمة التي ترسم على الوجوه عندما يصل إليها الخير، هذه الأسر التي يصل إليها الطعام وهي لا تجده، هذه البشر الذي يفرحون في هذا الشهر، هذا السرور الذي يدخل على قلوبهم ينبعث معه دعاء، دعاء صادق خالص من القلب. نجزى الله خير من أعطانا، أطعم الله من أطعمنا، سقى الله من سقانا. هذا العمل هو الذي ينفع الصائم. لذلك زكاة الفطر طهرة للصائم، ما بيطهر الإنسان صيامه حتى يتصدق صدقة الفطر. لماذا؟ قال لأنه هذا شهر العطاء، هذا شهر الإنفاق، هذا شهر السخاء. والصحابة الكرام فهموا هذه المعاني. سيدنا عثمان جهز جيش العسرة على حسابه الخاص، شرى بئر رومة، يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم ليشتروا، كان هذا بئر اليهودي وكان يمنع الماء عن المسلمين، فدعا المسلمين لشراء، شراه سيدنا عثمان بماله الخاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، بما وصل إلى ذلك بالإنفاق. سيدنا عبد الرحمن بن عوف دخلت المدينة قافلة كبيرة فيها الطعام والشراب وفيها الميرة وفيها، قالوا 700 جمل بأحلاسها وأقتابها، يعني 700 سيارة شحن، هيك بدنا بتعبيرنا الحالي 700 سيارة شحن. دخلت المدينة المنورة وتسمع السيدة عائشة ضجيج، فسألت ما هذا؟ قالوا هذه 700 جمل فيها محملة بالبضاعة وكذا دخلت لعبد الرحمن بن عوف. قالت يرحم الله عبد الرحمن لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عبد الرحمن الجنة حبوا. سمع سيدنا عبد الرحمن الخبر فأسرع إلى السيدة عائشة، قال أستحلفك بالله يا أمه أنت سمعت رسول الله يقول ذلك؟ قالت نعم. يعني هي بشارة بالجنة اللي قال ربنا عنها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني عمل عظيم. فقالت نعم. قال اشهدي أني جعلت هذه الجمال بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. السؤال الذي يأتي الآن، معناته سيدنا عبد الرحمن بن عوف افتقر، قالوا خرج عن ماله 3 مرات، يعني رجع رصيده 0 3 مرات بحياته، لأنه أذهب كل ماله، كل ماله في سبيل الله. السؤال، هل افتقر عبد الرحمن بن عوف؟ كل كتب السير والشمائل والتاريخ تذكر أنه لما توفي عبد الرحمن بن عوف صارت تركته الذهبية تقسم بالفؤوس
حتى مجلة الأيدي، يعني الذهب عم يكسروه بالفؤوس، قديش حجمه كبير. كيف يخاف الفقر من وعده الله بالمزيد؟ الحسنة بعشر أمثالها. وفي رمضان يتضاعف هذا أيضا، إذا كانت الحسنة بعشرة والعشرة بمئة كما أخبر الرسول، والمئة بسبعمائة إلى أضعاف كثيرة. لذلك هذه المعاني أثارت ذاك المعنى في قلوب الناس جميعا، المؤمنين الذين تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. يقول الإنسان يعني ما علاقة أطعام الناس بإرضاء الله؟ ما علاقة هذه الأشياء بإرضاء الله سبحانه وتعالى؟ ورد في الحديث قال عبدي جعت ولم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال جاع عبدي فلان ولم تطعمه، ولو أطعمته لوجدتني عنده. هذه المعاني عظيمة. ورد في الحديث أن الذي يضع الصدقة في يد الفقير قال هي تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، لأن الله يكتبها له، الله سبحانه وتعالى ينميها له. الخلق عيال الله، الخلق كلهم خلق الله، وأسعد الناس من أسعد الناس، هذه قاعدة ما تتخلف، أسعد الناس من أسعد الناس. يفرح الإنسان لما يجد نفسه أنه كان سببا لفرح الناس وكان سبب لسرورهم، وهذا الإنفاق هو أحد هذه الأسباب. وقالوا قديما والقاعدة صحيحة، إذا رأينا فقرا فهذا يعني أن هناك أناسا لا يخرجون زكاة أموالهم، إذا رأينا جائعا معناها أن هناك غني لم يزكي عن ماله. فهذا الشهر باعث، وهو باعث حثيث يحثنا بسرعة إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الشهر في عرض، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فيه ليلة خير من ألف شهر، يعني هي عرض ما بيتكرر، ليلة بتعادل 80 سنة، معناها في عرض بهالشهر بدنا نغتنمه. الغنيمة مو فقط بالصلاة هذا ممتاز، مو فقط بالصوم هذا ممتاز، لكن العائدية في هاتين القضيتين تعود على الإنسان نفسه. لكن لما ينفق عائدية هذه العبادة تعود على الناس، فالإنسان لا يفرح وحده، إنما يفرح إذا فرح الناس جميعا. والله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فهو خير مما يجمعون. الفرح مو بجمع المال، لا، الفرح بطاعة الله. الطاعة أن تجد عباد الله مسرورين، أن تجد الله عباد الله جميعا على حالة طيبة. أما أن أكل أنا وأهلي وأفرح أنا وأهلي وأن أشبع أنا وأهلي والناس يتضورون جوعا، فهذا لا يعبر عن إيمان. ومن هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال والله لا يؤمن. كررها ثلاث مرات، والرسول لا يكرر كلمة إلا إذا أراد أن يؤكدها. من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. ولولا أن قال رسول الله وهو يعلم لهلكنا جميعا، يعني إذا كنت أعلم ولم أطعمه أهلك، أما إذا كنت لا أعلم ونام جائعا لا يؤاخذني الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ورد في الحديث إذا صدق السائل هلك المسؤول، يعني إذا جاء السائل وأنا أعلم حاجته، أعلم بحق أنه صاحب حاجة وأستطيع قضاءها وأنا لم أقضها، يهلك الذي لم يقضي حاجة أخيه. هذه المعاني هي التي ينبغي أن تكون العنوان العريض لنا في رمضان، هي معنى قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحماته وأن يعجل الفرج، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.